تصريحات رائعة نارية من النجم المغربي حكيم زياش تفاجئ الجميع وتفاجئ جمهوره من الجمهور المغربي العظيم ومحبي وعشاق الساحر المغربي. فما هي التصريحات التي فاجأت وأسعدت المغاربة كثيرا؟ سنتعرف عليها من خلال هذه الحلقة يا سادة يا كرام. ولكن في البدايات وكالمعتاد عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، برحب بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم جميعا أيا كان بتتفرج عليا من أي مكان في العالم. بعد رد الفعل الاسطوري لحكيم زياش بعد قرعه المغرب والكونغو امبارح، ونشر صوره ليه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيه بقميص المغرب وكتب عليها هدفنا جميعا التاهل للمونديال، حكيم زياش النهارده بيؤكد حبه للمنتخب المغربي والمغاربه بتصريحات رائعه جدا، وذلك في تصريحات خاصه لصحيفه الديلي ميل البريطانيه. حكيم زياش قال عن عودته القريبه من المنتخب المغربي، قال بشكل واضح للجميع اهلا بفتح صفحه جديده مع خليل وزيتش من اجل المنتخب المغربي والشعب المغربي العظيم. كذلك تطرق حكيم زياش الى الحديث عن مستقبله مع فريق تشيلسي، وابدى حزنه الشديد جدا من وضعه في تشيلسي، واعلن باقتراب رحيله من فريق تشيلسي في الايام القادمه قبل انتهاء ميركاتو يناير. وده مش كلام زياش بس، ده كلام وكيله ايضا. وفي ختام تصريحاته تمنى حكيم زياش للمنتخب المغربي التوفيق في بطوله كاس الامم الافريقيه الحاليه، وعنده ثقه كبيره جدا بكل اللاعبين انهم يقدروا يحققوا حلم المغاربه بالحصول على لقب الكان، اللقب الغالي الذي ينتظر المغاربة بفارغ الصبر. في النهاية نتقابل على خير إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم في خير دائما أيها المغاربة الشعب المغربي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.